طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم السحوسيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على أحد؟ بعد الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج التي تسببت بها تصريحات وزير الأعلام اللبناني السابق جورج قرضاحي، وبعد استقالته من منصبه، عاد الأخير في حفل تكريمي له ليتحدث عن أبرز الأمور التي تلقفها من الأزمة الخليجية اللبنانية. فما هي؟ أتمنى للحكومة التي أستقيل منها التوفيق والنجاح، كما أتمنى أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي القريب والبعيد، خاصة مع دول. وفي التفاصيل، عدد وزير الأعلام اللبناني المستقيل ما تعلمه من الأزمة الأخيرة التي شهدها لبنان مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، على إثر تصريحات سابقة له عن أزمة اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة والإمارات، بحسب CNN بالعربية. أننا وللأسف بلد حيط واطي. ولفت قرضاحي خلال حفل تكريمي له إلى أنه تعلم من تجربته القصيرة في الوزارة ثم من الأزمة التي طرأت، مضيفاً أنه تأكد من أن الوضع الإعلامي في البلاد بشقيه الرسمي والخاص يعيش حالة صعبة من الأزمات المتعددة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة وعميقة من أجل مساعدته على تخطيها ومساعدته بالتالي على أداء الدور المطلوب مهنياً ووطنياً وأخلاقياً، بحسب المصدر السابق. وأشار قائلاً: علمتنا أننا وللأسف بلد يهابه الأعداء ولكن يستضعفه الأشقاء وغير الأشقاء، ولن أشرح كثيراً، فالأمثلة كثيرة أمام أعينكم. علمتنا أننا لسنا مواطنين في دولة واحدة، فنحن مجموعات وطوائف نعيش ضمن حدود أرض واحدة ولكن لا تضامن فيما بيننا. وأضاف أن هذا الحديث أجري قبل شهرين من تعيينه وزيراً على محطة أجنبية ولم يتضمن أي إساءة، وشنت عليه حملة شعواء لأنه قال أن الحرب في اليمن وليس على اليمن، فقطعت السعودية ودول الخليج علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع لبنان وطلب منه الاستقالة، موضحا أنه شعر حينها بالظلم والإهانة فأعلن رفضه لهذا العقاب المفروض عليه ووطنه. وتابع بحسب BBC أن ملايين الأحرار والشرفاء وقفوا معه، وكان يتوقع أن يقف الإعلام اللبناني معه ولكن خاب ظنه. أما البعض الآخر والذي كان يعتقد أنهم أصدقاء كشفوا عن ولاءاتهم الدفينة وعن تنكرهم لمبادئ الحرية، وكان يتوقع أن يقف أهل السلطة معه، ففوجئ بأصوات من داخل الحكومة التي كان مصدقا عند دخوله إليها بأنها متضامنة. وأشار إلى أنه فوجئ أيضاً بأصوات تطالبه بالاستقالة ولم يتحدث عن السياسيين الذين كانوا يطالبونه بالاستقالة ويتبارون في إطلاق العبارات السفيهة أملاً بتلقي إشارة بزيارة السعودية، وكأنهم لا يعرفون رأي القيادة السعودية بكل واحد منهم. أنا الذي قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه، أنا قلته كصديق.